لبنان عنده تاريخ، تاريخ بالتربية وتاريخ بالثقافي وتاريخ بالانفتاح على العالم وخاصة العالم العربي. ثروته الحقيقية هي في شبابه، شبابه اللي هو عبر عقود وعقود من الزمن تلقى أرقى مستوى التعليم، وبالتالي استطاع أن يكون قوة فاعلة ليس فقط لوطن لبنان بل في أي مكان اتجه إليه. وبالتالي نجد شخصيات مميزة لبنانية في مختلف أنحاء العالم وفي أرقى المواقع. هذا اللبنان من المعيب أن يكون يعاني ما يعانيه اليوم. نتكل على اللبناني ليعي من جديد دوره وليقوم بما عليه أن يقوم عليه لإنقاذ الوطن. لبنان هذا الذي عرف بتنوعه وانفتاح اللبناني على الآخر المختلف بمحبة وبرحابة، يجب أن لا يعود إلى الانغلاق والتمترس ضمن مجموعات منغلقة، لأن في ذلك دمار لبنان. لبنان يعيش كلما كان منفتحا ورحبا ومثقفا ومتعلما. في اللحظة الذي يتخلى عن ميزاته التفاضلية، لبنان الفرد فيه ينهار، وبالتالي الوطن المتسع أيضا ينهار.